تعيش مدينة الدار البيضاء وضعية اختناق مروري شامل في أولى أيام رمضان، تجعل الكثيرين يجدون صعوبات في التنقل نحو منازلهم، خاصة في الفترة الزوالية بعد مغادرة الموظفين والمستخدمين لمقرات عملهم. مشهد مختلف للمركبات من سيارات وشاحنات، وهي متوقفة لمدة طويلة غير قادرة على الحركة بحرية واضحة للجميع، وانطلاقا من الساعة الثالثة زوالا تشرع الشوارع في استقبال عدد أكبر من السائقين الذين يجدون أنفسهم في وضعية شلل تام في عدد من المحاور الطرقية في امتداد تراب العاصمة الاقتصادية. تكدس في الشوارع جمع بين السيارات النفعية الخاصة وسيارات نقل البضائع والشاحنات وغيرها من المركبات، رغم توسيع شبكة النقل العمومي بإضافة خطوط الباصواي المعززة لخطي الترامواي، حيث تتضح ضرورتهما خاصة في مثل هذا الشهر الكريم الذي ترتفع فيه وتيرة السير والجولان، والتي تعرف اكتظاظا خاص في ظل توحيد مواعيد الدخول والخروج من العمل. ويواصل عدد من المواطنين استعمال سيارتهم الخاصة، لا سيما بالنسبة لمن يفرض عليه التردد على أكثر من مكان للالتقاء بأفراد أسرته ولقضاء أغراض مختلفة، وهو ما يزيد من حدة الاختناق التي تساهم فيها عوامل متعددة، منها ما يتعلق بوضعية الطرقات وإشارات المرور، ومنها ما له صلة بسلوكية خاصة أو باختيارات سائقين كاستمرار استعمال الشاحنات في مسارات طرقية غير تلك التي تم تخصيصها لهم. اختناق لم يكن ليقتصر على فترة الزوالية فقط، بل تبدو ملامحه صباحا كذلك، إذ كل المؤشرات التي تدل على وجود صعوبات في التنقل، علما بأن هذه الفترة تعرف عطلة مدرسية، وهو ما يعني تراجعا في أعداد السيارات المستعملة والتنقلات المبرمجة. هذه الأخيرة التي سترتفع حدتها انطلاقا من الأسبوع المقبل بكل تأكيد، وهو أمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لمحاولة ضمان بعض الانسيابية لطرقات الدار البيضاء.